ابدا سوا خدت الحياة انت فين وانا فين خدت الحياة انت فين وانا فين بس بتروح وبتخلص قصص الهوى برافو سندريلا كنزة مرسلي ضيفتنا اليوم نورتينا حبيبتي اهلا كيف عليك تفضلي تفضلي قابليني يلا سندريلا كنزة مرسلي نزولا لطلب كثير من محبيك وجمهورك لبيتي دعوتنا اليوم نشكرك على تلبيه الدعوه نورتينا دائما ربي يخليكم ونشكركم انتم ثاني ونشكر كامل المشاهدين اللي عم يتفرجوا فينا على والحمد لله انا بين لهم رغبتهم شبه الحنين سينجل اخر سينجل الفنانتنا كنزه شبه الحنين في حياتك لمن تقوليه في حياتك المهنيه اللي بدات منذ اطلالتك عبر قناه من قنوات التلفزيون الجزائري ومن بعد بديتي تحطي في خطواتك الثابته وصولا للنجوميه العربيه والله شبه الحنين يعني كاغنيه وكفكره الواحد اي انسان اي انسان الاغنيه هذه تمثله لانه اي انسان عنده حنين لبعض الامور بعض الاحباط بعض الذكريات اللي عاشها بعض الاشياء ممكن تكون ايجابيه اشياء ممكن تكون سلبيه حتى احيانا الواحد لما يكون عنده تجارب قاسيه في حياته احيانا يجيه شويه حاجات شبه الحنين لانه طبعا اي تجربه نمر بها تعلمنا سواء كانت ايجابيه او سلبيه كل حاجه في الدنيا فيها الايجابي فيها السلبي وشبه الحنين انا بالنسبه لي يعني ممكن كاين شبه حنين الايام مضت ايام قبل
الشهرة الصغيرة اللي حصلت، لأنه مهما كان الإنسان يعني يحن لهذيك الأيام، يحن إنسان عايش لنفسه، ما يخمم، مش ما عندوش مسؤوليات، ما كي ما يرقد يدفعش ضريبة ضريبة الشهرة. هذيك هي، كي يحط راسه على الخدام ما يبقاش يخمم، يعني راحة البال التامة اللي كان عايشها. الحمد لله يعني الواحد عايش راحة بال، لكن هذاك من القلق وش ندير وكيفاش. يعني طبعا هذا الشيء لازم يكون، لأنه أي إنسان باش ينجح لازم يتقلق، لازم يخمم، لازم يدير خطط، لازم ما يرقدش في الليل، يضحي لازم الفنان يضحي. حياته، يضحي أكيد أكيد من أجل جمهوره كل العريض. واحد حاب يوصل لازم يضحي. فنانتنا سندريلا مرت بعديد من المحطات بحياتها، بسلبياتها بإيجابياتها أيضا، نفس قوي استمريتي من خلاله بإعطاء أجمل وأحلى ما لديك. مثلت الجزائر أحسن تمثيل انطلاقا من أولى إطلالاتك في مدرسة الحانة والشباب، ومن بعد انتقلتي وشاركتي في برنامج اكتشاف مواهب عرب وين مثلتي الجزائر أحسن تمثيل. لبستي لباس تقليدي في كثير من برايمات من الفنانات الأوائل اللي شاركوا في مثل هذه البرامج، من بعد نقول ريم غزالي، سلمى غزالي، وأمل بوشوشة. وقفت الكاميرا، وقفت الأعين، أعين العالم العربي والجزائري عند فنانتنا سندريلا. الميزة لميزاتك ربما واللي تخليك تختلفي على باقي الوجوه اللي برزت في مثل هذه البرامج. والله يعني كل واحد عنده ميزته، كل واحد ربي عطاله حاجة يتميز بها على غيره. لكن أنا ممكن نقول لك أنه أنا ممكن كان اختصاصي شرقي أكثر، كنت قريبة من هذا العالم أكثر. يعني أنا من وأنا صغيرة نحب ميلة أكثر للموسيقى الشرقية، فممكن هذا هو الشيء اللي يميزني. غير هذا الشيء طبعا كلهم ما شاء الله عليهم كانوا جميلات ومثلوا بلادنا أحسن تمثيل، وكل واحدة كانت عندها ميزتها الخاصة اللي الناس حبتها فيها. كثير شبهوك للأميرة الطرب العربي راحلة وردة الجزائرية أثناء المدرسة اللي شاركتي فيها اكتشاف المواهب العربية، لدرجة أنه كانوا حابين يمدوا لك دور تجسدي من خلاله الفنانة الراحلة أميرة الطرب وردة الجزائرية. هو ممكن لأنه أنا كنت نغني بزاف أغانيها، يعني أنا نحبها، وكأغلب الجزائريين وكأغلب العالم العربي طبعا وردة يعني أيقونة في الطرب العربي. لكن أنا ممكن لأنه مثلت، كانوا يقولوا كثيرة أغاني وردة الجزائرية، أنا كنت نحبها ونحب أغانيها، والحمد لله توفقت وغنيت يعني أغاني مش قليلة في الأكاديمي، في الداخل الأكاديمية أو في البرايمات، كانوا يعني بدوا لي بزاف أغانيها، والحمد لله يعني بنت بلادي. راح تصيري بنفس المسار. وردة الجزائرية اختارت محطة انطلاقتها من مصر، نفس الشيء بالنسبة لسندريلا. أول سينجل ليك اخترتي أنه تكون انطلاقة من مصر، هذا الشيء يعني أنه راح تبقاي في مصر. لا نعيب على أن الفنان يختار أكيد بلد طبعا. عربي أكيد طبعا. من أجل انطلاقته لأنه يقدم له أكيد. إضافة أكيد. أكيد. أكيد لكن هذا يعني أنه فنانتنا كنزة راح تبقى مستقرة في مصر ولا تعود ترجع للجزائر؟ والله أنا حاليا يعني لست مستقرة، ولو فنيا فنيا يعني فنيا لو يعني أتاحت لي الفرصة، وكانت في الأول في الأخير فرص، وفي الأول في الأخير أحيانا والله صدف، لأنه أنا ما اخترتش. أول سنجل ليا كان الديو مع الفنان السوري سامو زين، كان فرصة وكان صدفة ما اخترتش. ثاني سنجل ثاني كان صدفة، والأستاذ محمد رحيم هو اللي اختارني بالاسم، هو اللي طلبني بالاسم ورحت، يعني مش أنا اللي رحت ومش أنا اللي حبيت، لا جت صدفة. وشفت يعني إقبال الناس على هذا النوع، والحمد لله يعني أنا لقيت روحي في هذا النوع. وهذا ما يمنعش أنه الفنان لازم يتنوع ويغني يعني أنواع مختلفة، وتاني يمثل تاني أغنية بلاده ويمثل الأنواع الموسيقية الموجودة في كثير بلاده. بالحظ والنصيب، لكن نجاح الفنان أكيد أكيد طبعا مش مش صدفة، فقط ضربة حظ أكيد طبعا ونصيب. أكيد. لكن أنا نتحدث على التجارب اللي سبقت، كانوا بالصدفة، وما اخترتش نمثل أو نقوم بهذه الأغاني بنفس اللهجة. لكن في المستقبل لو يعني لو تحت لي الفرصة أني نكمل في هذا المسار نكمل فيه، ومع يعني مع التغيير، مع التنويع، مع أنا مع كلش، يعني أي شيء نحس به ويلمس قلبي نعمله على طول. يعني انت من الفنانين انا من الناس الحساسين اللي نتبع قلبي، اللي قلبك رهيف بزاف وحساسة. تحبي الحيوانات؟
مش كامل بس احب الحيوان. وش نوع الحيوان الاليف اللي اقرب لقلبك؟ القط. القط. احنا القط كنا عرضناه في ممكن انا من نفس الفصيله نزلت نفس القطط على جنب. احنا عندنا محطه وايلد لايف في كل مره عندنا طبيب بيطري يجيب لنا حيوان اليف من الحيوانات نتعرفوا عليه عن قرب. قبل ما ينضم الينا طبيب بيطري يوسف نروحوا نشوفوا عين على خريطه راح تختار لنا وجهه سياحيه اليوم نسافروا من خلالها وراجعين. يلا تفضل. سندريلا كان زامورسلي في قصة حب مع ساموزين لكن من خلال فيديو كليب أكيد من خلال عمل مشترك. قصة الحب مازال ما نعيشوهاش في العالم الواقعي يعني مازال ما نتعرفش عليها في عالم الواقعي. الفنانتنا كنزة يعني شوف الحب دايما موجود في حياة أي فنان يعني انا نخصص الفنان لانه انا يعني كفنانه فنحكي على احساسي ممكن اي انسان عادي يعيش نفس احساسي لكن انا دايما عايشه قصه حب. يعني على الدبلوماسيه والله ما دبلوماسيه لكن دايما نحس بالحب نحس روحي مغرومه حتى لو ما كانش شخص معين في حياتي. جمهورك مغروم بيك وانا مغرومه بيك. احلى قصه حب ربما تجمع كنزه بجمهورها طبعاً. قصة حب من نوع آخر الجيوش طبعاً. اللي راي من ورائك ما شاء طبعاً. الله عليهم أكيد. لكن الشيء اللي لاحظه الكل أنه جمهور كنزة مرسلي راقي جداً في تعليقاته في حضوره. نقدر نربطه شبه ربما مع الفنانات مثل مجد الرومي مثلاً اللي عندها جمهورها لفانس تاعها. لو كان دخلوا لاباج نلقاو أنه فيه رقي من حيث الكلام من حيث الرد ربما على إساءات من قبل فنانين آخرين. نفس الشيء بالنسبة لفنانك نقدر نعكسه جماهيرية الفنان من خلال الجمهور اللي يرافقه من خلال الصفحات التواصل الاجتماعي. صحيح. هذا الشيء يعكس؟ يعكس طبعا يعكس بالنسبة يعني طبعا الجمهور يتفرع والجمهور فيه فئات بزاف لكن نحكيه على الفئة الغالبة في الجمهور. الحمد لله أنا يعني نتشرف ونفتخر بهم لأنهم فعلا يمثلوني كما يعني شوف لطفي دمورك حاجة دوك أنت كي جيت تحب فنان تحبه لأنه يشبهك لانه فيه منك فيه من صفاتك فيه من مستواك لانه ما راحش تتبع انت واحد من فئه ثانيه او من مستوى ثاني اكيد راح تتبع او تحب فنان لانه تحس فيه انه تحسه يكملك فيه الشيء اللي تتوافق معاه فاكيد يعني هو جمهورك يمثلك لانه جمهورك شبهك كل واحد كل فنان جمهوره يشبهه. انت تشبهين كل النساء الجزائريات علاش؟ لأنك مثلتي كل الجزائريات أحسن تمثيل لبستي لباس تقليدي رقصتي الرقصة التقليدية الجزائرية القبائلية لبستي الشاوي مثلتي الجزائر أحسن تمثيل عشتي الاحتفالية اللي عشتها الجزائر وغنيتي أغنية وطنية داخل المدرسة وفي البرايم أيضا شاركتي مؤخرا في مهرجان الأغنية الأمازيغية اللي كان أقيم في بجاية كنت ضيفة الشرف طبعا وتشرفت طبعا بالحضور لانه انا كنت من بين الناس اللي اصروا انهم يبينوا انه الجزائر عندها تنوع موسيقي كبير وعندها ثقافات متنوعه فمن بين الشيء كنت حريصه انه نقدم للناس اغاني الامازيغيه وكنت احبوها بزاف خصوصا اغاني الفنان ادير اللي عشقوها العرب اللي ما يفهموش اللغه هذه وشنو هي وعشقوا الموسيقى وعشقوا الاغاني ودائما يطالبوني بها كل مره نغني وش نغني السندو غني عفا فينوفا مع انهم ما يعرفوش وش معناتها السندو ما يعرفوش معناتها عفا فينوفا فالحمد لله وهذا الشيء اللي خلاني ممكن نكون ضيفه شرف هذا المهرجان لانه انا كنت يعني في الاول في الاخير انا هذا الشيء قمت به لنفسي انا مثلت نفسي وبالتالي عكس انه مثلت الناس ومثلت شعبي ومثلت بلادي لانه انا كنت حابه هذا الشيء كنت حباته ماشي حبيت نديره باش الناس تقول راهي تمثل في بلادها ولا لا انا درته لروحي انا ملي كنت صغيره حابه هذاك الشيء حابه كي نكون في 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 موقع انه اغلب العالم العربي يشوفني نقدم له شيء اللي هو ما يعرفوش هو يعرف
الراي لانه الراي علني فغصبا عنه يعرفوا، لكن الانواع الاخرى اللي هي متنوعه بزاف وشابه بزاف في بلادنا وثقافات ولباس وبزاف حوايج، فالحمد لله يعني توفقت نوعا ما وما زال الخير قدام ان شاء الله. احبك الجمهور العربي العريض بمختلف الجنسيات، جمالك ما شاء الله عليك، حضورك، صوتك، لرقيك ايضا حتى في الرد على بعض التجريح اللي يجي من كثير من الفنانين. وصلتي للعالم العربي وتمثلي الجزائر احسن تمثيل، جاتك انتقادات كثيره من عند فنانين جزائريين، هذا الشيء ينقص ولا اضافه لمسيرتك كفنانه عربيه؟ والله هو اكيد ما ينقص، يعني طبعا الانتقادات دائما تخدم اي فنان سواء كانت ايجابيه سواء كانت سلبيه، الايجابيه طبعا تعليه والسلبيه يوقف عليها ويعلى طبعا، لكن انا ما على باليش يعني ما سمعتش انه كاين فنانين ينتقدوني، ولو حصل له ينتقدوني نقول لهم يعني شكرا. وهذا كاين فنانه جزائريه اللي نوجه لها كل التقدير والاحترام كونها تمثل الجزائر، تمثل الاغنيه الجزائريه، في احدى اطلالتها في احدى القنوات مؤخرا قامت ببعض ايصال بعض الرسائل للفنانه كنزة مرسلي كونوا جمعكم لقاء في قناه عربيه. انت تفضلي انه يكون فيه رد مباشر ولا تتحفظي بالرد؟ والله ما كان حتى رد، يعني دائما الفنان يرد باعماله، انه الكلام لا تروح وتجي الكلام زايد ناقص، لكن الفنان دائما يرد باعماله وانا يعني ما نقولها والو، يعني ما سمعت اصلا وش قالت، لكن معناه ما يكونش الشيء اللي قالته، كل واحد على باله بروحه وش يسوى وكل واحد على باله. اخر تويت ليك كان فيه رسائل مشفره، ذكروني شباب اذا كان حاضر التويت ولا لا، اذا كان محمد موفق حبيبي اذا كان حاضر التويت، اخر تويت حطاته فنانتنا كنزة مرسلي في انتظار انه يكون حاضر وجاتي فيه رسائل ومن بعد عاودتي نحيتيه. نو جامي. اها. عمري ما حطيت تويته ونحيتها. يلا في انتظار انه يكون. حتى لو كان نحط شيء وما يعجبش الناس نخليه ما نحيش، لانه حتى لو كان نحيت ما ضعف شخصيه. انت ضد انك تقدمي رسائل مشفره؟ لا لا لا، انا كلامي يكون دائما واضح، ما عنديش رسائل مشفره، ولو لقيتوا التويته جيبوها لي. في سناب شات، في سناب شات كان اخر سناب مساج. سناب شات، اخر مساج ليك حطيتيه كان فيه رسائل يفكروني برك في يلا ذكرونا شباب اذا كان حاضر معنا ولا لا، ذكروني برك في المضمون لانه ننسى، ذاكرتي اصبحت كذاكره السمك. يعني كنت وجهتي رسائل الى اشخاص ربما اساءوا ليك، انت ضد انك ربما تقومي بالتجريح لاي شخص ما، لكن لو نتحدثوا على نرجع شويه للطبعه الخاصه بطبعا ضمن الطبعه العاشره للستار اكاديمي اللي شاركتي فيها وسجلت حضور مميز. انت من الوجوه القليله ربما اللي سجلت حضورها وبقات مستمره ومتواصله في تقديم افضل ما لديها. فيه كثير من الاشخاص ربما حاولوا انهم يقدموا صوره اخرى يغيبوا من خلالها صوره فنانتنا كنزة مرسلي. في نظرك بامكان انه نغطي واش قدمت كنزة مرسلي طوال مسيره فنيه وحصولها على لقب سندريلا وتشبيهها بالاميره الطرب العربي ورد الجزائريه وغيره وغيره وغيره؟ شوف يعني ما كانش واحد يغطي على واحد او ياخذ من نجوميه واحد، لا هذا تفكير خاطئ انا وشائع للاسف، انه واحد يدي نجوميه واحد، كل واحد وجمهوره وكل واحد وناسه وكل واحد ورزقه. وهذا ما كان يعني ما كاش كلام كثير في هذا الموضوع، لانه موضوع واضح وباين كالشمس وكل واحد ربي يوفقه وكل واحد. نحيوه من خلال مباشرنا السيده هاجره والده فنانتنا كنزة التي ترافقها في كل مره، ونحييها ايضا لمسانده الفن الجزائري ككل، لانه في كل مره تعطيك هذاك النفس الخاص بك باش تعطيك قوه وعزيمه، في كل مره تعطيك نصائح ايضا. صحيح، هي كما يقولوا الجانب الايجابي في الموضوع هذا ككل، لانه تعرف الانسان مهما يكون قوته مهما يكون قوه شخصيته يجي ويمر عليه اوقات يضعف في. هو الصدر الوحيد اللي تحطي عليه راسك؟ اكيد طبعا الوحيد والاوحد. ولا كاين سند اخر؟ لا. عراف اخر في حياتك؟ لا لا، امي هي كلش، يعني هي كل
ربي يخليها لك ان شاء الله يا رب ويطول في عمرها وتخليك دائما بهذه الاطلاله الجميله والمميزه. تعودنا عليك من خلال الابتسامه، من خلال الاطلاله الجميله. علاش ما خممتيش ديري فيديو كليب لاخر سينجل ليك؟ هو اخر سينجل في المرحله اللي خرج فيها كان يعني كان شويه صعيب انه نقوم بالفيديو كليب، لكن انا من بعد قلت احسن ما قمتش بفيديو كليب احسن، لانه الاغنيه في حد ذاتها حاله لما تسمعها وتغمض عين كل واحد. خليت للناس حريه الخيال، كل واحد يتخيلها بالشيء يعني بالتجربه الشخصيه تاعو. والاغنيه في حد ذاتها يعني كل كلمه تخليك يعني تستحضر صوره، فما حبيتش نصورها، خفت التصوير ما يخدمش الصوت. ما تضيعيش الصوت ربما. ممكن يعني لو تصورت هي ممكن تتصور، لكن التصوير لازم تكون فكره مميزه بزاف، ويكون يعني عمل متكامل وعمل يعني يحب له انتاج كبير. لانه حتى الاغنيه صعبه. صعبه طبعا. سهله فيها كثير من طبقات مقلات قامت بهم الفنانه. هي صعوبتها في سهولتها، يعني هي سهل الممتنع، واحد يسمعها يجيه سهله، لكن في الغناء خصوصا في المباشره، لما تغنيها في المباشره صعبه جدا. صح. انه تتطلب كميه احساس كبيره، فهذا هو الاصعب فيها، مش القدرات الصوتيه او شيء ثاني. فانا حبيت انه ما تصورتش، لانه خليتها هكا، لانه خفت الصوره ما تخدمش الصوت. تحدثنا منذ قليل عن الاكل وطبق المصري، وقلت لك تحدثنا عن الحمام وغيره، عن الحمام. ما تاكلش الحمام. كانت اخر زياره ليك لمصر ما عندهاش بزاف؟ عندها. التقيتي مع صديقك مينا عطا اللي تربطك صداقه معاه منذ المدرسه؟ لا اكيد طبعا، اغلبيه اللي كانوا معايا ما زلنا محافظين على الصداقه، وخصوصا يعني الناس اللي يعني عايشين في مصر، انه نروح كذا مره ونتلاقاو، ف يعني الصداقه ثاني يلعب دور اللقاء والقرب، لانه تعرف مع البعد مع كل واحد في بلاد، مع خصوصا انه انا كنت الجزائريه الوحيده، فما عنديش ناس معايا هنا من نفس الطبعه، ف ديما اللي عنده ناس معاه كما المصريين كانوا الله يبارك خمسه مع بعض، فما زالوا مع بعض وما زال، فانا كي نروح نتجمع بهم كلهم. وما زالت يعني شخصيتك كانت طاغيه، يعني كانت باينه وبارزه، اللهجه الجزائريه تهضري بها، الرقص القبيلي، اللباس التقليدي، والاكل كنت تاكلي شرقي ولا كاين اكل جزائري؟ اكل جزائري؟ لا ما كاش اكل جزائري، كنا ناكل اكل عادي يعني، ما على السريع. مش على السريع، لكن كانت في اخصائيه التغذيه هي كل واحد له. مازالك مقيده بالريجيم ولا لا؟ لا ابدا. ناكل وش جد درك معناها. وش نوع الاكل الجزائري اللي تحبيه؟ وش نحب؟ انا نحب كلش. عنديش. اذا راح تحبي وش جبنا لك اليوم؟ يلا تفضلي معايا. نحب الطعام تاع العرس. تفضلي كنزه يلا. اليوم الطعام تاع العرس ما قلناش ما قلناش. نخلوها لك للفرح نتاعك ان شاء الله. تفضلي كنزه. الله يفرحكم جميعا. حبيبتي تفضلي. اليوم شاف فهيمة، تفضلي اكيد. اليوم شاف فهيمة، روحي معايا فهيمة منا، تفضلي. تفضلي. اليوم ما جبت لناش طعام، لكن جبت لنا الرز. جبت لنا الرز، دلعتنا اليوم. كويزين فرونسيز. كويزين فرونسيز. يلا نعرفوا كنزة. غاسترونومي. واش عندنا اليوم اطباق؟ اليوم عندنا كيما درت. نبداو بالخبز. نبداو بالخبز، محشي بالزيتون وفرماج بلون. نقولوا خبز ماونيس. عندنا الشلاطه تاع اليوم هي سبيسياليتي بليديان. فهمتي؟ جاتي بليده للمعلومه. ظافر دينام لعند انا بليده مسقط راسي. فلفل مشرمل. فلفل مشرمل. الثوم والكرويه. والبلال برينسيبال تاعنا كوزين فرونسيز تاع غاسترونومي ري بيلاف وفولي بارتي او زيبينار. اوكي. اوكي. برافو، يعطيك الصحة فهيمة. ذوقوا إن شاء الله. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. منورة بكم، شكرا. كنزة، الأجندة نتاعك واش فيها؟ واش برامج؟ واش خرجات؟ حفلات؟ إن شاء الله يعني مع الجولة اللي كانت هنا في الجزائر جميلة، ومن يومين للتهذيب. مع مؤسسة الديوان الوطني للثقافة والإعلام. أوكي. الاثنين. ان شاء الله يعني راح تكون في المستقبل القريب بجوله خارج الوطن ان شاء الله. راح تكون قصص حب اخرى ما عدا قصه حب صاموزين من الناحيه الفنيه، راح يكون فيديوهات يعني ديوهات. ان شاء الله، علاش لا؟ لا انا دائما مع الشيء المليح، ولا شيء يخدمني يخدم
الشيء الفكره عموما الفنيه انا ما عنديش مشكل. انا عندي بس يعني شيء صغير انه يعني بما انه الناس حبت بزاف اغاني ادير، والدليل انه من يومين حفلة الكازيف مع انه اغانيه يعني اغاني ناعمه واغاني ما هي الاغاني اللي تدير ضجه ولا، لكن الناس تحبها وتحب اغانيه، فنتشرف لو كان نقوم بديو مع الفنان العالمي ادير، فهذا الشيء يا حنا نسعد به بزاف. وعلاش لما لا، راح يكون فيه اضافه ليك من ناحيه الفنيه، حتى أكيد. الفنان ادير ربما ما يحتاج انه يكون فيه تشهير الفنان ادير، لكن العربي العالم العربي ربما ما تعرفش عن قرب على اعماله، راح يكون صحيح. هذا الثنائي فيه خدمه متبادله. نعاود نرجع للكليب تاع ساموزين، شكون اللي خدم اكثر شيء، خدمك انت فنيين ولا خدم ساموزين؟ والله اي ديو في العالم يخدم الطرفين طبعا. أوكي. لانه كل واحد وجمهوره، فاي فنان يستفيد من جمهور الثاني، ما هي تبادل. مع انه كان في كثير انتقادات قالوا انه خدم اكثر شيء ساموزين، كانه استغل فنانتنا من ناحيه الجماهيريه، لانه كانت اطلالتك من البرنامج اللي عملتي فيه سجلتي فيه حضور قوي، ومن بعد هذاك الثنائي ربما كان فيه اضافه للمسيره. والله لا اعلم، يعني هذا الشيء يعود للناس وهم اللي يعطيوا رايهم في هذا الموضوع. انا عن نفسي يعني تشرفت انه قمت كاول عمل لي، يعني ما تحصلش كثير واحد يطلع من برنامج تلفزيوني اول عمل لي يجمعوا معاه فنان معروف وعنده نجوميته وعنده جمهوره، فانا يعني تشرفت وكان عمل موفق بالنسبه لي، ونوجه له تحيه للفنان ساموزين. نحيوه كذا كامل ايضا كامل جمهوره. مرحله حساسه تمر بها فنانتنا، فيه كثير من مطبات اعداء ان شاء الله ما تواجههمش في حياتك، لكن مسيره كل فنان ناجح يجب ان يكون فيها هذا الريح وهذا المطبات. في نظرك وش هي الخطوات اللي راكي تعتمدي عليها باش تبقاي محافظه وباش تبقاي ثابته في خطواتك؟ والله الواحد افضل شيء يقوم به انه يركز في شغله ويركز في الشيء اللي يحب يقوم به، ويخلي الناس يعني اغلبيه الناس اسمح لي الكلمه اللي مفرغين شغل، تبقاو كاين ناس اعداء نجاح، ناس ما يحبوش يشوفوا واحد ناجح، ما يحبوش يشوفوا واحد راهو حاب ينجح طالع. لا لا، كاين ناس ممكن لانه هذا ممكن يقعد نفسيتهم، ممكن مرض نفسي، هم فشلوا في حياتهم حابين يفشلوا كامل الناس، فنقول لهم الله يشفيهم وكل واحد يركز في حياته ويركز في مستقبله الى الامام. تبقاي احلى صندريلا. شكرا. الله يخليك. احلى كنزه مرسلين وغطينا في حضورك اليوم. تحيه ليك والوالده الكريمه نتاعك. تحيه كامل للجمهور الكنزاوي اللي راه يشاهد فينا بقوه، اللي يطلب انه تكون حاضره معنا. نشكرها على الرقي، نشكرها ايضا على التواضع، نشكرها ايضا على تلبيه الدعوه. ونورتينا، خليك تستمتعي بهذه الاطباق. انا نقول لكم نهايه اسبوع موفقه لكم جميعا. شكرا. جمعه مباركه، نتمنى ان نكونوا وفقنا في اختيار كل محطتنا مواضيعنا. صاروا سعاده توأم جميل، يلقاكم الاسبوع القادم بحول الله. طال خير، يلا بصوره.